حفلة في الساحة كانت انطلاقة مهرجان شباك الذي يسلط الضوء على الثقافة العربية المعاصرة في نسختها الثالثة لتعريف سكان لندن بالفنون العربية المتنوعة من موسيقى ومعارض للفن التشكيلي وأمسيات أدبية ومسرحية وحوارات. نحن فخورون بإظهار جزء بسيط من تنوع الفن العربي في لندن على مدى الأسبوعين المقبلين. فإلى جانب الفنانين العرب القادمين من الخارج، هناك فنانون عرب آخرون من لندن سيشاركون في هذا المهرجان. أكثر من 130 فنانا عربيا يشاركون في مهرجان شباك، ومنهم فنان الجرافيتي الليبي أيمن جهاني الذي رسم شكل رجل صوفي يرقص بالخط السنبلي الممزوج بالخط الكوفي لإعطاء الرسم خصائص جمالية وهندسية رائعة. رسالة لوحته هي المحبة والسلام. دائما أحاول أن أبعث رسالة للعالم، يعني أن إحنا ناس مسالمين كعرب، ويعني مو ضروري يعني تشوف عندي لحية تفتكر أني أنا إرهابي أو شيء يعني. وفي نفس الوقت مو لازم أنك أنت لو تشوف الخط العربي على الحيط تفتكره أنه شيء سلبي. الفنانة نسرين الشيخ جمال الليل السعودية الأصل قدمت برفقة زميلتها تجهيزا يعكس التنوع الثقافي الذي يتغنى بجمل فسيفساء المجتمع البريطاني وذكريات الطفولة وجوانب في جوهر الأسرة المتكاملة، فاختارت مجسمات وألوانا براقة لنقل خلفية وتجربة زوار المهرجان. أحترم نفسي كامرأة سعودية. في كثير من الأحيان ألاحظ أن هناك مفاهيم خاطئة لدى الآخرين عن الحياة في السعودية وينسون الجوانب الإنسانية. المغربي يونس بابا علي شارك بعربة متجولة تصدح منها أصوات قصص شخصية خلدتها ذاكرة أصحابها من أجل جلب انتباه الناس للإطلاع عليها ومعرفة ما يتذكرون من أصوات فارقة أثرت بشكل ما على حياتهم. الجالية العربية مكون رئيسي في تعدد ثقافة العاصمة البريطانية والتي أصبحت ثقافتها العربية جزءا مهما منها، فمهرجان شباك منارة لفنان العالم العربي والشباب لعرض إبداعاتهم الفنية المختلفة. مصطفى زارو، العربية، لندن.